إشادات واسعة عبر عنها حضور منتدى الأمن الإقليمي حوار المنامة في ختام نسخته 19، والتي استقطبت عشرات المفكرين السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين. وأكد المشاركون على أهمية عقد المنتدى في ظل ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات أمنية وعسكرية واقتصادية كبيرة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشيدين بدور البحرين الفاعل في تنظيم واستضافة هذا المنتدى. المشاركات الواسعة للقادة الأمنيين والعسكريين والحضور الفاعل للمفكرين والباحثين في حوار المنامة أعطى جلسات المنتدى المتنوعة قيمة مضافة خلال طرحها تحديات وصراعات العالم المعقدة والتي تنتظر الحلول والمقترحات لمناقشتها وتوفيق وجهات النظر المختلفة في مشهد متحضر أكد على مكانة ودور مملكة البحرين الفاعل في إقامة هذا الحدث الكبير. Well, here we are at the 19th IISS Manama Dialogue. نحن هنا في النسخة 19 من حوار المنامة، وحقا أريد أن أشكر حكومة مملكة البحرين على تنظيم هذه النسخة الرائعة. هذه النسخة أهم من النسخ السابقة نظرا للأزمة في المنطقة، والبحرين تشرك الجميع الخبراء والسياسيين في مكان واحد للمناقشة حول هذه المسألة، ولن يكن هناك طريقة أفضل من حوار المنامة لمناقشة هذه القضية. هذا الحوار مهم وله قيمة كبيرة لكونه يقام منذ فترة طويلة، وهناك حكمة لدى الملك وولي العهد في إقامة مثل هذا المنتدى، وهناك الكثير من السياسيين والخبراء في هذا المجال الذين يأتون للبحرين لمناقشة هذه القضايا الدائرة لكونها مكانا مناسب لهذه النقاشات. هذا أولا. ثانيا، انفتاح المجتمع هنا في البحرين واستعداد القيادة لتبادل وجهات النظر المختلفة، وهذا ما يشجعنا في الغرب للحضور إلى هنا للاستماع لآراء لا نسمعها في أماكن أخرى. تحقيقا لمقاصد المنتدى البناءة، خرجت العديد من الجلسات الحوارية بتوصيات وآراء خلاقة أكدت نجاعة مثل هذه الحوارات في المساهمة بحلحلة الصراعات والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار حول العالم. استضافة البحرين لهذا المنتدى الأمني المهم هي تنبع أهميته من أن البحرين دائما كانت المبادرات الكبرى تنطلق منها الأمنية والدفاعية للمنطقة بأسرها. الأمر الثاني، الموضوعات التي تضمنها المنتدى هي موضوعات جدا مهمة حول الأمن والاستراتيجية والمبادرات وأيضا أمن الطاقة، وهي قضايا لا طالما ساهمت البحرين بدرجة كبيرة في الحفاظ على الأمن الإقليمي وهي ركيزة أساسية للأمن الإقليمي. الأمر الثالث والأخير أن المشاركين هم متنوعين من العسكريين والباحثين من مراكز فكرية وبحثية ومن جهات مختلفة، وهو من أعطى انطباعا جيدا على قدرة البحرين على تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى لتناول هذه القضايا الاستراتيجية المهمة. إشادات واسعة حظيت بها مملكة البحرين لنجاحها الكبير في تنظيم حدث بحجم حوار المنامة في ظل ما تواجهه دول العالم والإقليم من تحديات أمنية وعسكرية خطيرة، تتضافر الجهود من مملكة البحرين للوقوف على سبل حلها وحفظ الأمن والاستقرار للمنطقة. مسؤولية كبيرة حملها هذا المنتدى الهام في كلمات ونقاشات محورية وعميقة بحثت تجديد العديد من المفاهيم السياسية والأمنية والاقتصادية التي تضمنتها نقاشات جلسات المنتدى خلال أيامه الثلاث. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.